رجاء. نعم محمد، يعني ما رأيناه قبل دقائق من تنفيذ حزام ناري وقصف لأكثر من مكان في منطقة بيت حانون، اتضح في النهاية أن طائرات الاحتلال قصفت السوق المركزي للمدينة، وهو عبارة عن سوق يتواجد به عشرات المحال التجارية التي دمرت بشكل كامل جراء هذه الضربات، وتم نقل عدد من الشهداء والجرحى من خلال بعد هذا القصف في تلك المنطقة. يبدو أن كان هناك تجمعات للمواطنين في تلك المنطقة، ونتج عن ذلك عدد من الشهداء والجرحى، تم نقلهم إلى المشفى الأندونيسي شمال القطاع، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل عدد من الإصابات في تلك المنطقة. أيضا في ذلك الاستهداف كان هناك استهداف لمنزلين لعائلة أبو صلاح في أيضا بيت حانون شمال القطاع، واستهداف منزل آخر أيضا لعائلة العطار في شمال قطاع غزة. إذن استهداف لثلاثة منازل واستهداف للسوق المركزي وتدمير عشرات المحال التجارية عبر حزام ناري نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية. الجيش يقول أنه استخدم عشرات الطائرات المقاتلة في القصف الأخير الذي نفذه على قطاع غزة، ويقول أن الغارات والضربات ما زالت مستمرة من خلال عشرات الطائرات المقاتلة. قبل قليل أيضا هناك هدف غرب مدينة غزة تم قصفه بطائرة استطلاع إسرائيلية، ربما تمهيدا لقصفه بواسطة الطيران الحربي بعد دقائق من الآن. نعم.